خاضت القوات الأرمينية والأذربيجانية يوم الخميس قتالا عنيفا تواصل طوال الليل في منطقة ناغورنو قاراباخ. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن أذربيجان تحدثت عن قصف أرميني على بلدة ومقتل مواطن واحد خلال اشتباكات ذلك اليوم. في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقطع فيديو قالت إنه يصور تدمير مواقع الجيش الأرميني على يد القوات الأذربيجانية. وعلى الجانب الآخر، عقدت وزارة الدفاع الأرمينية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس قالت فيه إن القوات العسكرية الأرمينية تصدت في مناسبات عدة للهجمات الأذربيجانية في منطقة ناغورنو قاراباخ من ليلة اليوم السابق حتى صباح اليوم ذاته. وأضافت أنها كبدت الخصم خسائر بشرية تقدر بأكثر من 300 قتيل وأكثر من 600 جريح، فضلا عن إسقاط 3 مروحيات وتدمير عدد من المعدات العسكرية مثل الدبابات. في اليوم ذاته، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا إزاء الاشتباكات في منطقة ناغورنو قاراباغ، أعربوا فيه عن استنكارهم الشديد لتصعيد العنف قرب المنطقة. كما دعا القادة الثلاث إلى الوقف الفوري للتحركات العدائية، وحثوا طرفي النزاع على الاستئناف الفوري للمفاوضات بصدق ودون أي شرط مسبق، وذلك بدعم كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.